انا اتكلم عن التحريك باسلوب الستوب موشن او تقنيه الستوب موشن، تحريك صلصال وتحريك الورق. خامه الصلصال بتاعه التحريك هي خامه غنيه قوي، لكن هو صلصال معين، مش اي صلصال، اسمه الصلصال بلاستوسين. الصلصال البلاستوسين اللي احنا بنستخدمه، الميزه اللي فيه ان هو فيه بعض المواد الزيتيه اللي تستحمل الاضاءه اللي موجوده قدام الكاميرا، فبالتالي ما ينشفش ولا يشقق بعد فتره. خامة البلاستوسين اللي بنستخدمها في التحريك بتاع الستوب موشن أو تحريك الصلصال هو خامة مخصوصة اسمها بلاستوسين. الميزة اللي فيها إنها فيها بعض المواد الزيتية اللي تستحمل الإضاءة قدام الكاميرا قدام التصوير، لأن إحنا بنصور على مسرح تصوير، فبتبقى متسلط عليها بعض الإضاءات المباشرة اللي ممكن تشقق الصلصال، فالصلصال ده أو الكلي ده، الطينة ديت مخصوصة عشان تصميم الشخصيات الصلصالية دي. إزاي بننفذ طريقة العمل؟ في عندنا بنعمل هيكل معدني للشخصية. الهيكل ده هو بالشكل ده، ده هيكل معدني زي الهيكل العظمي بتاع جسم الإنسان ده. لو بعمل هيكل للإنسان، الهيكل ده طبعا مش متوفر في مصر. احنا بنصمم التصميم بتاع الهيكل بتاع الشخصية، وبديه المصانع مخصوصة دي موجودة بره، بتنفذ لي نفس التصميم اللي انا عملته بالظبط، وبعد كده اجي ابني عليه الشخصيه الصلصاليه بتاعتي. احنا بنبعت نشتريه من بره، لكن هو غالي شويه، فاحنا بنستعين بحاجه تانية مختلفه عنه هنا في مصر، هو سلك الكهرباء. بعمل نفس الهيكل ده بس بعمله بسلك السلك الكهرباء، اعمل هيكل للشخصيه وبعدين ابني الشخصيه بالشكل ده، ابني الطين الصلصال اللي هو الصلصال بتاعنا اللي هو ده، ابني الشخصيه عليه بالشكل ده. في هيكل تاني اللي هو مشابه للهيكل المعدني بتاع الإنسان، وهو هيكل معدني برضو للحيوان، بركب عليه التصميم الحيوان بتاعي زي الحمار ده وزي الحصان ده، برضو داخل الصلصال فيه هيكل اللي هو هيساعد على عملية التحريك، وهو الأساس في عملية التحريك اللي هو الهيكل المعدني اللي موجود جوه اللي ليه مفاصل للشخصية. بيتحرك ازاي على المسرح؟ انا ببني اللوكيشن بتاعي، المسرح بتاعي، الديكور للفيلم او الحلقة اللي انا بصورها، وابدأ احط الشخصيات عليها على المسرح، وابدأ عملية التحريك بان انا احرك النموذج بتاعي سنة بسيطة كده، واخرج بره الكادر واصور، القط لقطة واحدة، وبعد كده اخش تاني للمسرح وابدأ احرك حسب الخطة الموضوعة على حركة الشخصية، احرك حركة تانية واخرج واصور وهكذا، وبعد كده اعرضه على برنامج العرض يديني الحركه بتاعتي. زي ما احنا عارفين ان في رسوم متحركه الثانيه 24 كادر بالنسبه للفيديو و 25 كادر بالنسبه للفيديو و24 كادر بالنسبه للسينما. بما ان احنا بنصور فيديو او ديجيتال، فهو احنا بنعمل 24 حركه لكل ثانيه لحركه الشخصيه الواحده. عندي نموذج اخر للستوب موشن، وهو التحريك بالورق زي الفيلم اللي هنشوف بعض اللقطات منه دلوقتي. الفيلم ده انا الشخصيات بتاعتي رسمتها على الورق وبدأت اقطعها حسب كل كادر حركة حركة، زي ما اتفقنا ان لو الطائر ده مثلا، الطائر ده كان واقف، اول كادر عندي هو كان واقف بالشكل ده، واخر كادر عندي مات، هو الفيلم كان عن التلوث، مات وقع في بقعة زيت بالشكل ده. فانا عملت ما بين الحركة دي، ما بين الكادر ده وما بين الكادر ده، مجموعة حركات يوصل بيها ان هو يقع، بمعنى ان هو لو وقع في ثانية فانا عملت 25 رسمة ما بين دي وما بين دي، لو وقع في 4 ثواني فانا هعمل 100 رسمة ما بين دي وما بين دي. عملت الرسومات دي ورسمتها على الورق وبعدين قصيتها بالقطر واحد واحد، وبعدين بدأت ألونها. ونفس الفكرة بتاع تحريك العنصر اللي بالصلصال، هو نفس فكرة تحريك العنصر ده، لكن مع اختلاف ان انا بثبت الشكل بتاعي على المسرح في الفيلم بالشكل ده واصور، وبعد كده اشيل وابدا احط النموذج الثاني واصوره واشيله، واحط النموذج الثالث كده، وبعد كده اصوره واشيله، وفي الاخر بحط النموذج الاخير بالشكل ده. وبعد عرض النماذج دي كلها على برنامج التحريك والمونتاج وتركيب الصوت، يخرج في النهائي الشكل بتاعي.
ممكن دلوقتي اعمل حاجة كمان، نموذج صغير لنحت البورتريه بتاع الصلصال او راس الشخصية، عشان نعرف بس الخامة دي بتستخدم ازاي. هي خامة لينة وطيعة، كلنا عارفين هو ايه الصلصال، لكن زي ما اتفقنا انها مختلفة شوية عن الصلصال العادي انه اسمه بلاستوسين، لان فيه بعض المواد الزيتية، المواد اللي بتساعد ان الشخصية تفضل لينة قدام الاضاءة تستحمل الحرارة. في كمان الشخصية دي بعد ما بخلصها بحتفظ بيها اثناء التصوير، طبعا ما بنصورش في يوم واحد، بنصور في عدة ايام، فبحتفظ بالشخصية دي في الفريزر، لان يعني الصلصال ده عشان يحتفظ بالقوام بتاعه وما يتشققش ويفضل لين، احتفظ بيها في التلاجة في الفريزر. بعمل الراس بتاعت الانسان لما شكل بيضاوي او شكل دائري، وبعدين بشكل بسيط اشد شكل الانف بالشكل ده، شكل بسيط بقى شكل الوش بالشكل ده. المرحلة الأولى بستخدم الدفر بتاعت النحت إن أنا أحدد مكان العين وفتحات الأنف وفتحة الفم، مرحلة بقت بالشكل ده. وبعدين جيب لون تاني زي الأبيض مثلا، وأركبه للعين بالشكل ده. وبعدين باللون الأسود نقطة صغيرة جدا أعمل بؤبؤ العين أو النني بقى كده. ممكن اضيف له لسان باللون الاحمر، بالشكل ده. بعد كده بركبه للشخصية على الهيكل الداخلي اللي عملناه من السلك كده. اثناء عمل التحريك هو بيبدأ يعمل عملية تحريك على المسرح.